ايه هي الكارثه اللي لحد دلوقتي بتؤدي ان انا كنادي اهلي، وانا هتكلم عن نفسي لان ده اللي يعنيني، مش عارف ان انا اقدم الاداء الامثل ليا واللي يليق بيا واللي يليق بتاريخي حتى هذه اللحظه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا لازم نبقى عارفين ان لعيب الكورة بيبقى فيه اعداد بدني ونفسي، وبعدين في كل موسم لابد انه بياخد على الاقل شهر. الشهر ده بيبعد تماما عن الضغوط، بيبعد عن التدريبات القاسية، بيبعد عن الضغوط بتاعت نتائج المباريات. الجسم بيستشفي لوحده كده وبيرجع بعد شهر، بيلعب بقى سباحة، يلعب تنس، يلعب اي حاجة بخلاف كرة القدم. من 2004 لو نفتكر لما مانويل جوزيه جه، قعدنا 5 مواسم ما بناخدش راحه، ضغط 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 ضغط، وبعدين وصلنا بقى يعني مع التخبط للاسف، يعني ان احنا دايما اتحاد الكوره لما بيجي المفروض يبقى فيه نوع من الخطه موجوده في جدول منتظم. احنا لحد النهارده ما عملناش جدول منتظم بحيث ان انا ابقى عارف بدايه الدوري امتى ونهايته امتى. وده راجع لمين؟ الكلام ده بنقول بقالنا قد ايه؟ كتير، اكتر من 30 سنه ويمكن اكتر كمان. الموسم اللي فات والموسم ده ما حصلش في تاريخ اي نادي انه لعيبه تستهلك بهذا الشكل. انا قلت قبل كده انه الموسم الماضي في اللعيبه بتاعتنا لعبت اكتر من 70 مباراه في الموسم ويمكن اكتر. يعني السوليه مثلا لعب حاجه و90 مباراه. لما تعدي عدد المباريات دي وكثافتها وقوتها وبتنتقلي من كاس عالم لدوري لكاس لبطوله افريقيا لعالم انديه لمنتخبات، الجسم لا يتحمل هذا الجهد. لما نقول مثلا نقارن نفسنا بنادي محترف وبطل اوروبا هو الاخر مانشستر سيتي، اللاعبين اقصى حاجه عملوها 60 مباراه. احنا معديين الرقم ده على الرغم ان طبعا هناك درجه حراره، ملاعب، احتراف، في يعني كلها حاجات قوية جدا مش موجودة عندنا. الموسم ده كمان انت عارف ان احنا الراجل المدرب بتاع سان داونز بيقول ايه؟ بيقول النادي الاهلي انا عارف انه جاي مجهد لانه لاعب 60 مباراة. احنا لسه في الاسبوع التاسع ومع ذلك شوف كم المباريات اللي احنا لعبناها سواء دوري سواء منتخبات، فلعبتنا كلها فيها الاجهاد ده. الاجهاد ده نتيجة ان انا ما باخدش راحات خالص، وبستعجب وبستغرب ان احيانا البعض في الاستوديوهات بيقول يعني ده مبرر الاجهاد، وان الراجل لما بيدي اجازه يعني الراجل ما يديش اجازه ازاي؟ ما هو لازم الجسم ياخد اجازه علشان يقدر يرجع تاني يمارس كره قدم ويقدر ان هو يبقى عنده مخزون من الطاقه يقدر يطلعها في المباريات سواء بدنيا او نفسيا. طبعا الكلام ده مش موجود. النادي الاهلي بيعاني من نشأته ان انا على طول باستمرار مفيش جدول منتظم، وخاصه في العشرين سنه الاخرانيين اللعيبه على طول مجهده. الحاجه الثانيه والغريبه واللي انا بستعجب لها من بعض المسؤولين ان انا كنادي اهلي بمد المنتخبات دايما وخاصه في كره القدم في كل الالعاب، بس في كره القدم اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي اكبر عدد من النادي الاهلي هو اللي بيروح المنتخبات. فانت بتسويني مع نادي ما بيمدش المنتخب بلاعب واحد ويقول اشمعنى؟ اشمعنى ازاي؟ اذا انت مثلا البطوله العربيه، البطوله الافريقيه، وبعدين داخلين على التصفيات بتاعه كاس عالم، وبعدين داخلين على ماتشين السنغال. مين القوام اللي بيلعب في البطوله دي؟ الاهلي. الاهلي. تقارني مع نادي ما بياخدش المنتخب منه لاعب؟ فكنت اتمنى ماتش سان داونز لما النادي الاهلي قال المنتخب المنتخب المنتخب، يبقى الاخوه في الاتحاد طبعا الجماعه اللجنه اللي كانت موجوده اللجنتين اللي كانوا موجودين كانوش بدوا اعتبار خالص للامور ديت. كنت اتمنى على رابطه الانديه ان ماتش بيراميدز كان ممكن يتاجل شويه بحيث ان انا اقدر ان انا اروح سان داونز وانا واخد يعني ما بيحصلش ابدا ان انا اخلص ماتش واركب طياره ورايح جنوب افريقيا كم كبير جدا من الساعات، وبعدين اروح وفاجئ انه في تعطيل وانا رايح الاستاد، وبعدين كان في عنف غير مبرر في الماتش دوت، وطبعا ما فيش فار. كل الامور دي بيتحملها مين؟ بيتحملها النادي الاهلي وجمهوره ولاعيبته وجهازه الفني. وبرضه نفاجئ انه برضه في حد بيطلع ينتقد اللعيبه او ينتقد المدير الفني.
في نسبة ممكن نحن نقول 5% 10% يتحملها بعض اللاعبين، مش كل اللاعبين، وممكن الجهاز برضو بنسبة قليلة جدا، لكن القوام الرئيسي المشكلة الكبيرة هي عملية الإجهاد وتلاحم المباريات بطريقة ما حصلتش أبدا خلال الموسمين اللي فاتوا دول. يعني حضرتك بتتكلم ان احنا من 2004 عندنا هذا الكم من الضغوطات وتلاحم المواسم، ولكن الموسمين الاخرانيين دول استثنائيين أكثر. فيما يتعلق، حضرتك بتتكلم تحديدا للاخرانيين، فيما يتعلق مش بس الضغوطات والتلاحم، فكره كمان هنا الاجهاد البدني اللي عند اللعيبه تحديدا، عشان الصوره بس نفسي تبقى. كمان نفسي رهيب جدا طبعا. لا ده شق، ده شق تاني تماما.